بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملو بو عالم كأكد جوكتان وحربنا إنا كهذا النمانتا إن أريمها صومالي يكينيا دولة فدرال كصومالية تاغيرياش دولة فدرال كصومالية ومد الصومالية دو حلو قدبر إن مرنوا إن أدد إسكي عليسا مرنوا إن أدنتو قود دفع ذا إن هرتو عن كبلابينا إن أريمها صومالي إي كينيا إن كينيا حق أملاها إن الأول صومالية تشيغتو ما نكسو حد قد بكرتو لكن تن إسويدين تمودا حدي سياسيين تيني إي مدح ذينا إي تاغيرياش الدولة دا إن فدرال كصومالي إي آمين سيهين إن سياسي عبد الرحمن عبد الشكور إنو بدا صومالية قتي إن سيدي كده هيسا صوم كينيا بدينا شاكتي أذيجي صوماليا أها أو حق آمين سنتهي إن عبد الرحمن عبد الشكور إنو بدا صوماليا قتي إن ورباهنتا إن واسيف لبا أفله إن عالم كا دادك كنولنا ويلا السعودان سيقو تردير مركي سياسي جين إيو سير كين أو آمين سنيهي أو بوستيجي عيالك أو أسو ديباهي أو أغا حدلايو إن محلي رادة سياسي عبد الرحمن عبد الشكور او قائن يهي اسلامر كان بدي صوماليه قطي سيدي كيني انيقى ان اولاد دودة او لها بدي دا مورن قليسي كيني ماها بدي نوحا مورن قليوي واسيانسيين تا صوماليات او ربو اني قف اسكريحان ان ايقى مورن قلي بدي صوماليه بدي صوماليه مورن مقلي كرتو ان ما اهن وحل اسكو قبصدو ان ادونك ان كمجر شرعي دور جوكتا نظام وحاجر الدبلوماسي ديد ايو مد دولة دا هاقى حدا آمين سنتها مركا أذيق موادين صوماليا ده إن محالي رادا إيشاك إن دولتي شيخ شريف وهو قاميناي وعمر عبد الرشيد بريم منيستر كاها إن عبد الرحمن عبد الشكور ووسير كاها إن أيغا صحيحين إسلا مركا أنا بدا الصوماليا إي قتان إن كي ما أنت محان كولاد دودنا أو أن رحنا بدا أنا يا إسكالي أذيق موادين صوماليا ده آمين سن أو بارلوانك الصومالي كجرو أو وسير كا دولة فدرالك الصومالية إن بدل لقتي أو كيني لقتي سين ما أنت إنت أن أولا دودو أنيقو شعب إيه أن أولاها إن حدود الصومالية إن نين عكت صوتي كرمالحان إن صومالي نمذو ومقدس إن لولكيغن أنيقا إسكالي ورتمانتو حيهد إن لولك الصومالي ذا أو كيني إيه هاي ساتينا أن دودنو إن سي إن محالي رادا إيشاك أن أسو علينو إن شنتي الصوماليات ما أهين مانت إني كينيو أيضا محالي رادا إيشاك وحنا قد البطو أو أين ويدي ستو إني أي بدينا لا دهي إن تاسنا وحاسبب واحد دعيف نمادا إن سياسيين الصوماليات وأن أود أولهين إن سياسي كالين تولي إني كولا ترتمان إن جعل أي ككس بدان أمد الصوماليات لكن أي كولا كرت إن كل ترتمان إن محلي رادا إيشك إن مالجلين لسي ميديها أيضا لو أديك سنة إن معرفتي إن موادين كان وصومال نمذا كسهر جيدو إن بدل الصوماليات وقتي إسلام ركانا إن محلي رادا إيشك أنا أقل من إن دولة الصومالية هو جاميو وحرب سياسيين تين إن شرفت له إن أشيو إن ما أنت ما أهن إن مانتي إن أكين يوحل علي لهاد أديكو سياسي صوماليات إن بدل الصومالية لقتي بدا الصومالي رولك الصوماليات وهانتي قرن عد قدن كرتمالحان إن أذيغا أيا رول موضل وأهدد كان إن صوماليات إسلامر كان كتنا دي عنكرو رولك إيا بدا الصوماليات إن مقدس إيليهي إي تهي إن أما إيهين دادك الصوماليات إن إيليهين إن عد إن كسو حد قد بكرتنا إي سنجرين لكن جالو سير إيو مضاني هدي أذيغ أد آمين سنتهي إن عبد الرحمن عبد الشكور أو صومالي إيه ودولة الصومالية سي عمر عبد الرشيد بدا الصومالية كقتين ما أنت حق أمليهد إنه كدو دود إنه بدا الصومالية لهذه because إن نبي الله يوسف مركي إن بقر دي ما أركتي إن أما بقر كي عسيس الأورنجري إن مصر حكومي أو قرقيس أو كنو لا مركي ناكتيس إيه دمع دي أو إنتي قميس كقبطي إيه قويسي أو ننكيدي أو كسو قلي أو لويديي محادعي إيه تيرو إيه حوغربي محوغري فشهد شاهد من أهلها عنق يراحد ليو يري وقد قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وقد قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين فلما رأى قميصه إلى آخر الآية وحي عدينا يسامرك إن قفك إهل كاغة
مرقاتي إنه نقنكر عنو جيرا مرقاتي جو إنه قضي النبي جي عليه الصلاة والسلام إن النبي يوسف عليه السلام وبد بادي إن أسيو عدي إن لجو حد جد بي لجونا قدرنا مدن إيجال وسير هدا آمن سنة هاي مركة بدا صوماليا إن عبد الرحمن عبد الشكور قطي ودولة كيني أصحيح ما أنت حق أمليه إن دولة صوماليا لا ضدمه adigoo golihii fulinta ku jiro adigoo golihii sharci dejinta ku jiro ayaa waxa aaminsan tahay muwaadin Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo wasiir ahaa xilligaas magac dawladeed inuu badda Soomaaliya asagii Cumar Cabdirashiid ku gateen maxaan dhahayna dawladda Kenya marka baddi Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cumar Cabdirashiid ay gateen Allah idin daaweeyo in dacwo kasto iyo wada kasto oo aan marnane ma ku guuleysanayno sababta ugu guuleysanaynin idinka marqaati ah oo cadeeyna badda Soomaaliyeed in la gatay oo dawladda Soomaaliya ay gadatay oo dawladda Kenya laga gaday waxa raba meeshaas inaan idin ka saxo marka dadka Soomaaliyeed qof kasta waa doodi qof kasta waa hadli laakin waxa muhiimka ah waa ka tagaan in dadka dawladda Soomaaliya in dadka xilka hadda haya taageero iyo ma aragtay in dadka xukuumadda ku jira مدي دني إن سياسي إس خلافتان سياسة إسكو قابتان دولك آلة جرتي دورشو أوسن كسو قيب جلين إن أباب إسيد لكن على حساب تودن كما أهل على حساب الدكاء عقلي إن أكو باب إسيد واي إيواي أرق نمو ما أهل إن أكو باب إسيد إن أولك الصوماليات أما بدي الصوماليات أعذو أولوكتت أذيقو عدك لريحايو إن مقو سيسا أرين تانيتي محالي رادا إيشاك إن عبد الرحمن عبد الشكور أوكلية وحيقو سيسا قف كستو سياسي صوماليات إي أول الرابو إن عيب لو يالو يعني لو استعمالين هانتي دا قرنك إيها لو استعمال شخصي ديسا إيو أعماشي سحن إي أسيق أوغاركا دادك قاركود وحيقو أن دعونا يان إن محالي رادا إيشاك إن دولد صوماليا إن إي كهذا شو إن أريمها عيدا ماذا نبت إلى لنت الصومالي جو هرت الدبلوماسية إن هل دنا عنا كفيرنا ما عن دولتها إن هك علاقاتها علاقاتك لكن شعبك مركزته وضد إسكوباهن إصابت إسكوباهن حتى هي مانتا كينيا أنا جا أبا مانتا كينيا أنا جا أبا عقلي جاي إنه شقي أو أجانا ويا سببتين أبا هاي hantida Soomaaliyeed in nuskeeda waxay taalaa Nairobi Kenya dabaqyada magaaladaas ka dhisan oo arkaysi dad Soomaaliyeed iska leh dad Soomaaliyeed oo aan awoodin magaalada Muqdisho inay ku noolaadaan sababo amaan sababo caafimaad darteeda ku nool Nairobi Kenya in inaan ku ixtiraamno waay in maxali raada ii sheeg in Kenya in dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed oo wadankeeda joogo siyaasadda iyo dacwada gooni waay shacabka shaqo kuma lahan taas waxay qusaysaa laba dowladood ayagana go'aan ka gaarayaan maxkamad caalami ee dacwada Soomaaliya iyo Kenya taala in ayada ayaa ma aragtay in go'aankeeda gaareyso ciidamada in Kenya oo Soomaaliya joogaan dad badan oo waxa arkay dhahayaan in ciidamada oo inay dalka Soomaaliya ka baxaan ciidamo Kenyan Soomaaliya ma joogaan ciidamo waxa joogaan Afrikaana mandate ku joogaan magac Kenyan kuma joogaan inaan taas fahanno waay in ciidamada waxay bixi karaan mandate-kooda markuu dhamaado in waxay bixi karaan in markii dawladda ayada in ciidamada soo dirsatay ay go'aansato inay heshiiskaasi ka laabato ciidamadeedana kala baxdo in dalka in maxaa la yiraahdaa ii sheeg in Soomaaliya in dan ma noogu jirtaa in dawladda Kenya ganacsiga in nagala dhexeeyo inaan joojino Soomaaliya dan ugu ma jirto marka caadifada aan ka leexano oo aqliga saliimka aan adeegsano Kenya maanta annaga u baahan ayada nooma baahno qaab dhaqaale qaab awoodeed qaab siyaasinimo annaga u baahan sababta ugu baahan tahay waxa waay carabtu waxay dhahaan cadowgaaga markuu bato sakiinta kugu badato ama idaa taaxal jamal kasarad fakaakiin geelka markuu dhaco midiyaasha way bataan maanta waxay awoodaan inay awood siiyaan dadka kasoo horjeeda midnimada iyo qarnimada Soomaaliyeed sababtaas ayaa keenayso waxyaabaha qaarkood inay dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya ay ka gaagaarsato iyadoo laga fogaanayo
caatifada iyo maaragtay hadalka aan micnaha badan samaynaynin. Ummadda Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaa haddii muwaadannimada iyo dowladnimada ay dhab ka tahay oo aysan ahayn in qolada maanta xukunka joogto ama xasan cali kheyre iyo farmaajo ha noqdaan ama kuwa berri imaan doona ha noqdaan uun ha kuu muuqdaano dadnimada iyo soomaalinimada leebalkeeda caqligaaga intaasa ku ekaado waa gooni. Laakiin qofka hadduu dadnimada iyo qarannimada taageeraayo asiga oo aanan qof siyaasi ah ku eedaynin bad iyo dhul soomaaliyeed uu gatay si kaleento oo siyaasad ah ha ula dagaalamo ha ku dhaliilo hana ku eedeeyo. Madaxda Soomaaliyeed bromesh inay sameeyaan, xayeysiin inay sameeyaan, dhaqaalay ku bixiyaan, in Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo madaxda Soomaaliya sumcadda laga dilo si ayaga doorkooda maxaa la yiraahdaa doorashada xilliga soo socda ay usoo laabtaan. Ayagana waxaan ka codsanaa inay ka waantoobaan haddii siyaasadda ay danka leeyihiin, dadka isjeclaysiiyaan, in wax qabtaan. Ummadda Soomaaliyeed dadku waxay ku doortaan waxqabad, shal anaga farmaajo ma aqoonin. Sheekh Shariif marka uu ra-iisul wasaaraha ka dhigay waxaa noola sheegay in muwaadin oo fiican oo ciidamadii maaragtay wax siiyey inuu yahay. Intaasaa kaliftay in dad badan oo magaalada Muqdisho degan oo muwaadiniina ay naftooda u huraan ayagoo u banaanbaxayo. Xilligu ra-iisul wasaaraha ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay ku naf waayaan. Qof kasta oo raba inuu wax noqdana waa inuu iska gadaa ama uu siyaasadiisa iyo maaragtay waxa uu aaminsan yahay ka gadaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg dadka Soomaaliyeed. Taas ayaana aaminsanahay in maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg uu ku noqon karo wax. Ugu dambeyntii arrintii Soomaaliya iyo Kenya muranteeda halkaasaa uga baxay, waxaan rabaa inaan usoo laabto arrinta ku saabsan saxaafadda Soomaaliya. Saxaafadda Soomaaliya mashaakil iyo dhibaato badana ku xeeran dhibaatooyinka iyo mashaakilka ku xeeran waxaa ka mid ah saxaafaddii oo noqotay lacag meel laga sameeyo ama meel loo shaqo tago in lacag laga sameeyo. Dadka qaarkood uma isticmaalaan saxaafadda inay tahay mihnad isla markaana loogu adeegayo dadka aan awoodin inay hadlaan ama dadka Soomaaliyeed dhibaatada haysato. Saxafiga waxaa saaran mas-uuliyad maalintuu mikrofoonka qabtay, waxa uu mas-uul ka yahay dadka aan codka lahayn inuu codkooda ku hadlo isla markaana u dagaalamo xaquuqda dadka la liido, dadka laga tirada badan yahay, dadka aanan awoodin inay codkooda goostaan, dadka naafada ah iyo dadka u baahan in codka loogu hiiniyo isla markaana uu gudbiyo codkooda iyo dhibaatada ay qabaan sida cidda markaas ay timudan ama ay qusayso ay wax uga qabtaan. Maanta waxay noqotay saxaafaddii Soomaaliyeed in laga hadlo jikada ama dheriga maxaa la yiraahdaa ii sheeg qofka siyaasiga ee xaaskiisa uu kariyo iyo waxa lagu kariyo. Dowladda federaalka waxyaabaha ay kusoo kordhisay saaxada saxaafadda ama warbaahinta Soomaaliyeed waxaa ka mid ah in qof kasta oo hadli kara la gato, si mid kasta midka uu hadal badan yahay uu u caayo qof kasta oo dalkan xilka soo qabtay oo maalin mas-uul ka soo noqday iyo xaaskii u dhaxday. Wariyaha sameeyey barnaamijka Baadi Goob, nin Soomaaliyeed wuxuu ka yimid gobollada waqooyi, xitaa ma yaqaano magaalada Muqdisho wadooyinka loo maro, ma yaqaano maxaa la yiraahdaa ii sheeg dhulka uu ka hadlaayo, xaafadda uu ku yaalo, laanta iyo degmada iyo waaxda uu ku yaalo. Wuxuu yimid guriga ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo ay famil yihiin. Waxaa loo sheegay inuu ninkan barnaamijyo hore soo sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha. Waxay ku maalgeliyeen in maaragtay madaxweyne Xasan Sheekh iyo maaragtay dadkii xilki dowladdii maxaa la yiraahdaa ii sheeg kasoo qabtay tan ka horreysay inuu eedeeyo oo maaragtay xitaa xaasaskoodii u gudbo. Siyaasiga waa la eedeyn karaa, wax dhibaato ma lahan. Dhulka Soomaaliyeed waa la dhici karaa, wax dhibaato ma lahan. Wax maanta bilowda ma ahan, horaa loo dhici jiray, maantaa la dhacaya, kan berri imaanaya dhacayo. Laakiin waxaan ka hadleynaa laba akhlaaq oo lagu tuntay ayaa jiraan. Marka hore waxaa lagu tuntay akhlaaqda dowladda, because dowladda laftirkeeda laga rabaa saxaafadda iyo dadka Soomaaliyeed in qodobo anshax wanaag
أي برتو إسلام مرك أنا صحافتي أنشح أكو حد جذبته شتى قال لا نقضه أما وريه مركاسيتي إن إن قلدمو لحرو محكمتنا لكانه إلا دم باللجوء هلا أما اللجوء وكو إن صحافتي إني أهات حر إسلام مرك أنا أي كمدح بنانتو حسب يقرر أي دولة انتبا وريها وكان إن سياسية إن معارضك إيه كان محافظك إيه قارت يقول بحيس النقضو إسلام مرك أنا عدك إيه حذلك إسكو سي أوجد بيو إن برنامج كتيرة أوسمي إن وبرنامج حل إن اعتابنايو حل قبيل أو كلية نلقو بيكسنايو حل قبيل أو كلية أو كهدلي توجد إن سومالي بعد حل قبيل ما سومالي أنا هذا توجد إيه سياسي كستو حل سوقبتي أو ضل كان سومري وحنا وو صحي وحنا وو قلطي ديارنا قلنا هاي قلادات كودا إن لا شيغو هرنا وو شيغي جيرني مانتنا وا شيغنا لكن دد إن لا بيكسد أو دولة الصوماليات أي مال جليسو إن دد الصوماليات أو حل سو قبتين أو حل بانا إيه أو وسيرة سو نقدين أو مدحوين سو نقدين إن سمع دود إيه دد نمد دود لغو تنتو إن وحا أي ودو أفريسا بريتولي إن إلمها ما دخل إيه دالي دونان إن آن لغو تلما من قوة شرعي أه أو حاران كل شيء إن قاركود لغو إيه ما دخل مركي سفر كأدي جرتي إن حاسس كود إني لجيفتين إن دتك إن أمنية أما استافك أو ما دخل تاسني أخلاق درد الدنيا دو ويني دي غالي سان بكوس مركا فسق إيه دلمي أرالي كان نقطت أو أديق أمال جليسيت ويكو إيمانيسا أديق كو إيمانيسا ولغا جيبا ولغا قدا سبب تلقاه جودة إنه وحواي إلهي سبحانه وتعالى حقدر الرالي كما أن إن سي أنشح مركة إذا إيه نمد الصومالية أو إلى لأنه لا دجالا سياسية سياسة كل دجالا كل ليل وحقبض الآن حسبية سميسو تاجر ياش هذا كو أمانا هنقول إن مد أمان تي سلعكم بحيو قبل أروس ده ما شاء الله تبارك الله مركل الجورسنا يو أروس كده ناكت برامبورة سأيد ما هو عت إيه هوي هذا أما ولاشا ويلك أروسي ريركيسا وعدان سيد قبلنا إن ريرك لغسو أروسي إن لو أمانو إسلام مركانا إن لابد إيه الأروسك إن محالي رادا سيوة دجير لو أمانو أو فرحدة سيتي دركو ضدك إن أي وقفك إن أمان تمايو قرش إيو ما أردتي وحيابا مرحبين أي سيان لكن ولي إن وانو لمن تهي أروس صدي إنتي سو إستكتر إيه سور هل إيه برامبورو هل إيه أمان أروسكي يالجوغا حشي محمود قف صوماليات واي وحمان كريا وحبو دع كريا إن قف وناكسن ونقن كرا إن لكن صحافة دي سنقن إن محكمة دي قف كدن بيلها كدن جيسي أو قوانك كما دن بيست إيه جاريسي صحافة دو وحي حق أولي ذهي دوكومينتكي يوحا إيه كشكسو إن إيه صوبر لكتو كدب حاسا الشيقة إن إذا يلفتر كيس إلى كل ما يرادان إن مدحويني وحمودنا برنامج كان إن بعد قبل يرادو وحن عدينينا نقول كان إيتي إن إن مقع وكخورينيا هاي دوكومينتي كان حل ياس لسو ساري ماشي ياس لسو ساري إن سيدو كوكوسو قال نقول كان أسيق أفكيس هاكو قرتي إنو نقول كليا هاي إنو حيوكو قاتي إنو بيني إن سومالي وحكي قرصون ملاهم إن تبكاية هدا مقدشو كلها ذا هاي قبيل كآتهاي وقتي قادتي عدة آكا قادتي وحاسو من والوقي هاي وح قرصومي كرماها لكن هكو الدقال من قف كان إلهي سبحانه وتعالى محول العكت أسيي ومالك أياشي قف كستو وح نعو وح قدر وح كل نعو إلهي سبحانه وتعالى ما لنتقيام وحسابنا عد لوغاقة حرايا ملاهن أما قبيل كيس أووت هلا هذا أما يوسن أووت لهانن الدومة إلهي سبحانه وتعالى وأبورتي أدى أو ها حكمين أو دنبي أذيك آذن أجين سيدة أو أدعي هاكو حكمين لكن حق ولا ذهي إن أدبارتت حق صوبان ديكتت إن وريهاني وإنو لبدا إن أعدقيستا إن كان وحتبان آيو إيه كان وحلقة تبان آيو كان أو إيدين آيو إيه كان إيدا لغة ترسان آيو إسلامار كان ددوينها أو أدايا إن أيغو حكميان قوان إيكا جاران labada qodob ugu muhiimsan maanta oo barnaamijkeenu aan ka hadalnay waa in siyaasiga aan lagu eedeynin inuu xoolaha qaranka Soomaaliyeed gatay kadibna aan anaga u doodin inaan lagu soo xad gudbi karin badda ama dhulka Soomaaliyeed adiga aaminsan dhulkan in la gatay adigu siyaasi ah xilibaan ah wasiir ah
وقد تاجدت هاي عبد الرحمن عبد الشكور او وسير اها حل جاسا يشيس كانو صحيحي بدي صوماليانا ايجا قتان سين او دودا مركة بد اديجي وسير كيجي اه او حلبان كيجي اه امين سنت هاي انين صوماليان او قتان سين او دودنا مانتا كيني ولا دقالنا يا ما إلا فهموا إيه وباهن تاي عقلي سليم كإيه إن إني استعمالان إن لقد دونا السياسيين في الصومالية وأمداس طلبات قرش كل لغو بحين عيو إن سياسي إن لغو عاية أما لغو إيدي أما حل قبيل أما ضد جارة إن لغو بيكسدو وح إيماني صد ضد جارة إن لبيكسدو قف كستو أو الصومالية أو حيل صوقتي أو ودن كان يتمسول كنقضي dhaliil u leeyahay asigana waa og yahay dhaliisha uu leeyahay annaga soomaalida ehne waa ognahay cid kasta dhaliisha uu leeyahay iyo meesha uu ka jilcan yahay meelo aan la taabanina jirto nasabka qofka guriga reerka familka gabadha odaygaanayti u dhaxday in qofkan soomaaliga ah soomaalida kuma xadgudubto caado uma lihin inaan gabar ka hadalno ma difaacayo shaqsi لكن waxaan difaacaa fikirka iyo aqliga saliimka aan difaacaa cid Soomaaliyeed oo madax noqotay oo aan wax luunsanin ma jirto siyaasi Soomaaliyeed oo nadiif ah oo intuu soo koray ka degay asoo wax dhicin qofku doono ha ahaado ma jiro laakiin marka hadleyna aqlaaq iyo maaragtay in hadal wanaagsan inaan ku hadalno waxay ku haboon tahay waaye إن قفك بين آدنك إيه لغو احترامه إن محلي رادا فكر كيسا لغو احترامه وحقبت كيسا لغو قليلو وحقو جيستي إنو ويل هرقيسا كي يمادو مغالا دا مقدشة هدي لغا ويدي أجب كسيناي إن توكويا لا آنان أقونين أو آنان أقونين ماشا كالا جرتو دق مدى عبد العسيس إيه دق مدى شنغاني markuu yiraahdo barnaamij aan sameeyay baadi goob la yiraahdo barnaamij uu xal sameeyay baadi goob la yiraahdo waxa soo helay dukumeenti dhul dad Soomaaliyeed ay ku boobeen magacyadooda ku qoran yihiin waxaan leeyahay entero bemba sheegtay aniga hargeysa hadaan tago maxaa la yiraahdaa ii sheeg ma kala aqaano xaafadaha ay ka kooban tahay iyo sida ay kala tahay kow iyo toban maalin iyo labaatan maalin aan jooga magaalada muqdisho in macluumaad badan aan soo helay teero waxaa ka qurux badneyd inuu yiraahdo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mudane mahdi gurigiisan ku degtayo ajendahan ajenda xascali qeerar iyo farmaajo ay wadaan waaye mahdiyaana iga gaday brogaraamkaana la ii keenay oo diyaarsan dowladda soomaaliyana dokumentigan iyo fiidiyoyaashan ayiga keenay anigana codkan saaray si fiisa la ii siiyo britoli markaan yurub imaado aan ku dacwoodo in la idili rabay oo nafteyda halis ay ku jirto maadaama dad maafiya oo siyaasiyiin khatar soomaaliyeed aan faraha la galay way ku habboonay teere inuu yiraahdo horta waan ugu garaabi lahayn laakiin markuu yiraahdo barnaamijaan sameeyey baadi goob la yiraahdo magaalada muqdisho aan ka sameeyey nin aan awoodin laba tilaab inuu ishordhigo aanan awoodin qof ma yaqaano teera siyaasiyiinta magaalada muqdisho degan meelaha loo mara iyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg meelaha ay kala joogaan iyo sida loogu taga iyo aqliga uu diiday teera uma shaqeeya warbaahin maxalli ah oo magaalada muqdisho ka howlgasho ma ahan wariye xog ogaal u ah waxa magaalada muqdisho ka dhacay iyo boobkii dadka lagu hayay waxa awoodna barnaamijyo taas ka tayo badan oo ka qurux badan oo runta ku salaysan inaan ka diyaarino siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo xaqiiqda taabanaya waana sameynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala hadduu yiraahdo si ay cashir ugu noqoto kooxda fila Soomaaliya barnaamijyada ay lacagta ku bixiyaan mid ka sahlan kana fudud oo aan lacag lagu bixinin oo xaqiiqda ku salaysan in lasoo bandhigi karo si ay u ogaadaan qofka maxaa la yiraahdaa wariyaha ah inaysan mas-uuliyaddiisa ahayn in uu lacag qaato kaliya lacag waa loo baahan yahay aniga ku dhahay magaalada muqdisho maanta markaan joogo oo qof dhalinyaro aan ahay oo xaaslo aan ahay oo caruur aan leeyahay waxyaabo badanaan ugu baahanahay inaan helo warbaahinta soomaaliyeed lacag lagama qaato wariyaasha $100 iyo wax lamid ay qaataan
شرور مجرو دولدة حس على غير شيء وإماتي وأركيسين ورباهنتي أيضا قايلين هاي سؤاله وح أديت تنجريسن أو ديارسن أو أديت لجوس مية أنا للسياسي أفك الدولد أن أقول هذا النوع وقت ما تشرور ماشي سوكر ما ذي وركان الجرو حدي عربتت تلفزيون كاجي إنه حكاها للدولد الصومالية سودي هذي كلام تسكت دواي تاسع نوع حكاية كمتها هاي إن كوربشن كأوكاهد للرئيس الوزراء الصومالي إنه لا تجعل معي كوربشن كوحقه قف كأديج أربتيد وكلية إن الوحسيسد القف كأذن ربنا هذا أو أقون سنين إنه موادني هاي أو واحد حق ليها وأكد يسد ما أهن كوربشن ك إن وزارة المالية ده إن بنوين كده وحلقون عي يتنقبل كبنادر وحلقون عي إيو محلي رادا إيشك إن وزارة إن قرشين تو إيو وزارة الجديد كأو إن تاركيال إن مسق ما سقسي سيقف أهليهين إسلام ركانا جوارد موادنين تأله حاين كحيرا إن دكدة الصومالية مسق ما سقو يقبل وبنا إن حتى ورك الدولة ده لقى شيء جايو دت قاس إن إنت الدولة ده أصلا ما يستو الباب كاس إنه قدو الباب دت قاس اللي أيك جلان أو دت قاس قاس كأي لقى تشو وحلا جا شيء جاي وحلا جا سودينا يو تاس لفتر كذا كربشن كي كمتح وربهنت الصومالية إن حل جان حل كحن إن سومرتي ما أملاين عيو إن ورياش ما أنت ماذا حدوبنا عيو أو قيلنا عيو أو حق أنا لك جل ضحايا يعني شل أي رالك وأها أي جرب كسينا ملكي لياش إذا عدها له إن دولة الصومالية العكسي سو إن إسلام ركانا وحكستو أو ما أردت دباتة أو دولة إن محلي رذا إيشك لتكو أه لجوجي ورباهنت أو دولة ها إن دولة إن عتكي إذا يكون هذا لان إسلام مركانا إن ورباهنت جار كلوالا ها إيه ما أردت راديو مقدسه إذا عدا إن إيو تي في قرن كصومالية أي لم يد نقدان إذا عديه إن قليل لها إن أما كسور جي سلها جو أنا ذا ما أردت قلدن أي قاتان إن دولة الصومالية إذا ماذا إن أمني ومرك خاركود مواطنين صومالية دباتيو إسلام مركانا عدك هذا شيء أنا يجرين وقدم بنتي حربا إن لدر الدار مسياسيين ت إن إيو ماذا حدا قرن كصومالية وسيرة إيه حل بان هذا إن قاس كأن أقانا أنيجا وما أردتي إن براها بلشدة أما لن يرد كل يرجليو إن لعايو إسلام مركانا لأفلقات ديو إن عمر عبد الرشيد علي شرم أركي إيو نكلي رادو إن سياسي عبد الرحمن عبد الشكور إسلام مركانا ضد كلا جقدو إن بدل الصومالي أي قتين ما دام مدن وسير إن مدن حلي بان أمين سنتهي إن بدل الصومالي إن عبد الرحمن عبد الشكور وقتي ما أنت حق أمليهن إن كل دودنا بدل إن الصومالي اللي ذا محايا لا أديجو وسير كيجي أه إن حقوق ذي ذي إن لها سياسة وكيل جاجي أهد أديجو حلي بان أه إن شرع الدجين توكيل جاجا أهد أو أنا جا ما أردتي إن وحي لتكو آخر إن ماذا الصوماليات عد أغلبية لكو ديد اللي تدي أد آمين سنتهي أما أدي رجلين يسي إن سياسي عبد الرحمن عبد الشكور أو بدا الصومالية قطي أود أمليهن أنا جا شعب كصومالية ما أنت إن أنا شاقنا أما أن كل إيرانو إن بدا الصوماليات إن ما أردتي إن صومالي إلي ذا هاي إن بدا أديغا ديبي أديغا مرنك جلينا يو إن حقا إيو ما أردتي سهدينتا Soomaaliyad ma aha mid muran ku jirto ama gali doonto waxaan ka codsanaa inaad ka waantoodid isla markaana siyaasiga aad naceb tahay in mid ka baxsan in tan qarannimada in dhaawacayso aad kula dagaalantid waxaan rabnaa inaan ka hadalno safarka madaxweynaha uu aaday madaxweynaha xaq u leeyahay inuu safar aado siyaasa ahaan ma taageersani in siyaasadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin hadduu joogo xataa waa madaxweyne aamusan oo aanan awoodin إنه لو ذا شعب كيسة إن إنه كهاد له أريمه الجرو ولو ما أنت حق ولا ذا هاي إن وسارد أريمه دي بده الصومالية إني فاهين كان بيحسه ما دام أيضا إنه قبل سنة أرنتاس ملحقينه وحلينا هاي سفر كاية كرة حيسه أذيج إيو فاميل كاية إن إسكب باشال إن دلني رد كهاد لايان إن ملحقينه هو سجودي إيو مش سجودين وحاسه لأن معنا ما سمينا يعني قف كاستو بني آدم إيه أو إلهي سبحانه وتعالى أوامرتي سكو عاسيو ملائكة قربيه سسارا أيضا دنبيدي دو قرايان إلهي سبحانه وتعالى أنا أصاح حسابنا يو إسكاقا نحبح إلهي سبحانه وتعالى أدو ماذا إن أو أبورتي إي أسيقا إن وحين كاقا تيقا إن خير إي برواقي إينا بدقليو برنامج كان مدلا ميد إنتا كل مدونو وعبد العزيز محمود كل مية أو إذن له إنتا غيرياش نبد إيه نولول هدي أد آمين سنتهي إن عبد الرحمن عبد الشكور وقطي بدا الصومالية ها قد دودين
inaad tahay muwaadin soomaaliyeed isla markaana Kenya qarannimadaada iyo dadnimadaada ay kusoo xadgudubtay. Laakiin haddii aad aaminsan tahay in dhaliilaha iyo arrimaha loo soo jeediyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur inay tahay mid siyaasadeed isla markaana badda iyo suudiinta soomaaliyeed lama taabtaan ay tahay oo dadka soomaaliyeed ay leeyihiin, ha ku eedin siyaasiga in arrimo siyaasadeed oo la rabo in lagula dagaalamo siyaasiga firfircoon ee maaragtay xaq u dirirka isla markaana aragtida furan ee dowladda Soomaaliya mucaaradka ku ah oo aanan ahayn mucaarad hubaysan isla markaana ah xisbi madax bannaan ee maaragtay u taagan siyaasadda Soomaaliya, mudane wasiir iyo xildhibaan iyo madaxweyne ha ku bixinin qarash in la caayo madaxweyne Xasan Sheekh isla markaana aad ku bedelataan wax yar oo ammaan ah oo social mediaha maaragta laydinka ammaano biri doorka idinku idinku imaana. Maanta wadada marteen biri toole idin sugaysaa, isku daya inaa wax xeeritaan intaa joogtaan. Sanadkan waa sanadkii kartida iyo qof walba aragtidiisa uu soo bandhigi lahaa iyo waxa uu ka aaminsan yahay Soomaaliya mustaqbalka iyo waxa uu qabanayo. Ma ahan sanadkii lacagta lagu bixin lahaa social mediaha. Dadka Soomaaliyeed waa dad idinka aragti dheer. Maanta kaa wax siisaan Britool haddaa u weysaan isla asagiya idinku soo jeesanayo, qarannimada yaysan noqonin qarash la bixiyo oo social mediaha maxaa la yiraahdaa muuqaal 15 daqiiqo lasoo dhigay qarannimada ha noqoto mid dhab ah, hana iloobina inaad qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed aad u dhaarateen isla markaana inaad u adeegaysaan idinkoo ilaalinaya danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waa mahadsan tihiin inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Waa kulmiyo oo idin leh nooli kulanto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Haddii aad ka heshid muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada, waa mahadsan tahay.